ايوه بس التعامل معاه بالشكل احنا هناخده في شقين طبعا. الشق الاولاني اتكلم عليه استاذ جمال، الشق التنظيمي، واعتقد احنا قادرين بشكل كبير جدا ان احنا ننظم مباراه على المستوى التنظيمي على اعلى مستوى. الاهم من كده وزي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد، دور الاعلام نفسه. حضراتكم كنقاد وكاعلاميين موجودين بتطلعوا في على الشاشات، الدور ده يقوم ب ايه؟ الدور الايجابي اللي ممكن الاعلام يعني يشتغل عليه الفتره اللي جايه علشان الامور توصل ليوم المباراه بسلام، بعيد عن اي شغب واي مشكله تحصل يعني تعكر جو هذه الاحتفاليه. بطمن حضرتك انه اغلب وسائل الاعلام واغلب الصحفيين والاعلاميين عندهم هذا الوعي. هي في فئه قليله جدا هي اللي عندها الشط عاليه قوي اللي بيتعاملوا كمشجعين هم على الشاشه. بس دول برضو بقوا حتى على مستوى الشارع يا استاذ اوسي وكابتن هاني بقوا معروفين، يعني الناس بقى عندها من الوعي ان هي فاهمه كويس قوي فلان ده بيقول كده ليه. لكن ما هو احنا اهو في قناه النادي الاهلي بنتكلم في ايه؟ مش بنتكلم في صوره مصر طبعا، بنتكلم في ان المباراه تخرج الى بر الامان ويفوز من يفوز، لانه انت الفوز وعدم الفوز ده في خلال التسعين دقيقه اللي هي زمن المباراه. الخوف كله يعني الاعلام اللي هو مش هقول تقليدي، الاعلام يعني اللي له مواصفات، اللي هو صحافه، اذاعه، تلفزيون، قنوات، حتى لو كانت قنوات خاصه او تبع حاجات معينه، يعني دول عارفين دورهم. هي المشكله كلها في التواصل الاجتماعي، وسائل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا انت مش هتقدر تعمل عليها الكنترول خالص، لانه الـ الراجل اللي بيقعد على الكيبورد ويقول اي حاجه زي ما هو عايز ده ما فيش سيطره عليه غير من ضميره رقم واحد طبعا. صحيح. فاحنا بنناشد بقى الناس دي كلها ان احنا يا جماعه في 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 مجال ان احنا بنتكلم عن عرس فعلا كروي يحدث لاول مره في تاريخ البطوله الشامبيونز ليج الأفريقية، ما حصلش قبل كده، وبالتالي يجب ان احنا نساعد على ده. وقلنا انه مسألة الفوز بالمباراة لن يتحقق بالصوت العالي، يعني لن يتحقق بان انا اشتم الفريق المنافس او اجرح في المنافس، كله يشتغل في الاطار بتاعه. شجع فرقتك زي ما انت عايز، انا برضو مش هقدر اقول للناس ايه، لو النبي شجع الفرقتين طبيعي انه في تصنيف، كل واحد بيتمنى لفريقه ان هو يكسب. لكن هل التمني ده يدفعك الى انك تولع الدنيا او تغلط؟ طبعا لا، اكيد لا.